الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، نتحرك في هذه اللحظات بالشوط الثاني عشر في مجموع اشواطنا في صباح هذا اليوم. هذا الشوط خصص لفئه الجعدان المهجنات، اللقاية الاصايل لابناء القبائل وكما ذكرت سابقا المسافه هي بالخمسة كيلومترات. عندنا بن سليم أو خليفة بن علي بن جاسم الرزي على ظهر ما يهاب، هذا سابق مرتين عندنا في الميدان، والحين مشارك عندنا في هذا الشوط مشارك. نتمنى له التوفيق، حسبوا الحساب انتم يلي جايين من العين ومن الهيار ومن الجبيب ومن هذا سابق ثلاث مرات عندنا، الثاني ممنوع عندنا بالمركز الثاني، هذا شعار بن حميدان اظني شعار علي بن محمد بن حميدان، بنشوف بنتاكد من ابن المركز. خلاص الارقام واضحه، اللي هو عذاب لاحمد بن سعيد بن حميدان، هذا ولد عذاب، اللي 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 خذ سياره في 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 صباه وفي زمانه، ابوه ماخذ سياره هنا عندنا في ميدان الهباب. المركز الثالث ياتي مرضي لسعيد بن عبيد بن خليفه بن رشيد، هذا في 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 ميدان السوان، السنه جاي المركز الرابع، وصل بالمركز الرابع وصلنا. المركز الخامس نشوف المركز الخامس، يتقدم هملول راشد بن مطر بالضبيعة، يقدم لنا هملول بالمركز الخامس. والمركز السادس هذا ملفت، بيلفت الأنظار، هذا لا تنسونه، هذا الخطير، هذا اللي سجل احلى تواقيت عندنا في هذا الميدان، هو موجود الان، العلي بن محمد بن حميدان. الله يا هذا الشوط، هذا يعتبر رئيسي، هذا شوط سياره، مو بشوط عادي من الجانب الاخر من شعار من هذا الادعم، شوف هذا الشعار العنابي نشوفه يتقدم على ظهر الطواش نابت بن سلطان بن رشيد. والمركز الثامن اقول يتقدم اللي هو اليازي سهيل بن سلطان بن تريم. والمركز التاسع الباسل عبد الرحمن بن خاطر بن هاشل الشامسي. والمركز العاشر البترول محمد بن خاطر بن هاشل. هذه الاسماء مشاهدينا الكرام، والله بن هاشل ما هو بسيط، هذيلا الشوامس يعني خطيرين هذا خصم ناجل، يعني وين ما يشارك يكون له نصيب الاسد. طيب بس عند الرزي نحن اللي رشحناه وقلنا تحمل امنه قلنا هذا الخطير، هو موجود يقاوم على ظهر مايهاب، عندك المركز الاول وعندك سلاله مايهاب، ايش تبغي احلى من هالاسم وايش تبغي احلى من هاي السلاله؟ نابت وصلت بالمركز الثاني، والمركز الثالث بالضبيعه، والمركز الرابع ملفت والمركز الخامس عذاب بن حميدان. هذه الاسماء الخمسه اللي يبغي الاذاعه حياها الله، يتقدم عندنا، اي عندنا يا الله يا هو شوط رئيسي نعم مايهاب الرزي روح ركز ركز. نابت بالمركز الثاني خليفه بن سالم بالضبيعه بالمركز الثالث، بن حميدان بالمركز الرابع، والمركز الخامس فهنا ياتي عذاب احمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي، والشامسي بالمركز السادس، المركز السابع المشير فهنا علي بن سالم بن سريم. هذه الاسماء بنسير عند مايهاب وعند الرزي وعند نابت وعند بن حميدان، هذيلا مستحيل ان حد ياخذ عنهم المركز الاول، مستحيل من سابع المحالات الا اذا حد اليوم برمج برمجه يمكن ان ياخذ عنهم المركز الاول، ولكن اذا ما فيها برمجه يعني ما بيناخذ عنهم المركز الاول، مستحيل يتصارعون الله يا ملفت، الله عليه مروح عن الجعدان، فرهم هذا قلنا لكم
قلنا لكم راقبوه، يبغي له التباس ويبغي له متابعه ويبغي له بن معدن رشح. نعم يوم سمعني انا ارشحه واطريه واقول جاي بافضل توقيت واقول واتكلم عنه، بن معدن يقول ايه هذا الان ما يقول. قل بقول يلا يلا يا ملفت، يلا يلا اهل العويل اهل العويل اهل العويل حاضرين. الرزي راعي ما يهاب، طلع عصام الابطان، لا تريه انه يعني تشل الغيله، لا يبغي له شوي غاره، غير على المركز الاول. بن حميدان ما بتلحقه اذا غادر الكيلو المتر الاول اخير وهو في المقدمه، خلاص ما يلحق. نابت عندك شيء، عندك موضوع، عندك اخبار، يلا يا الرزي لا تنتظر، خليك يا بن حميدان تابع خطوه بخطوه. هذه اللي رشحناهم من البدايه، قلنا ملفت وما يهاب، ولكن نابت يعتزي على ظهر الطواش، نابت بن سلطان، الطواش وما يهاب وملفت، الطمش اللي بتطمش، طمشوا على ملفت. الله 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 الله، روح ايوه عطه، عدل بن حميدان، خلاص، ابتسم شوي، اضحك، دام ضحك لك الحظ والناموس. خلاص ملفت الى العويل، السلام الى العويل، من الهباب. بن عمك، ما يهمك، ما يهمك يا راعي شاهين، شوف ملفت وشاهين، كلهن بن حميدان، كلهن طلب المساندة. خلاص، لا تكلمه، سلام ولا هدية للجماهير، هدية الجماهير، سلام يا بن حميدان، علي بن محمد بن سعيد بن حميدان، نهنيه على الفوز وعلى الناموس. المركز الثاني، فانا شايل عبد الله بن علي محمد الحميدان، المركز الثالث وصلنا اللي هو البترول محمد خاطر الشامسي، الرابع الرزي على ظهر ما يهاب، والخامس فهنا طليلي مطر بن هزيم بن محمد المسافري. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تهانينا والناموس.